حكومات أسقطت القناع عن وجهها تعلن خبثها وتآمرها وخيانتها. أوليس هذا استباحة للأمة؟ هذه أمة مستباحة، مستباحة من حكومات عميلة، من قادة خانة يراهنون على مصيرها ويتاجرون بدماء شعوبها ويبيعون دم الشهداء وأشلاءهم ويوقعون على شهادة وفاة قضيتنا في فلسطين ولبنان والعراق وغيرها. ولكن هيهات، أنا أقول ولكن هيهات. وإذا ما وصل الخط البياني في الارتفاع حده لدى هؤلاء العملاء سيسقطون، ستسقطهم شعوبهم، ستسقطهم سنن التاريخ التي أسقطت مئات قبلهم من الخونة. وإن الذي يخرج عن أمته ويصير على أمته مع عدوها حكم على نفسه بالفناء ويدق في نعشه المسمار الأخير، مهما كان وراءهم من يدعمهم ويؤيدهم من أمريكان ويهود ويثبت قواعد حكمهم، فإنهم زائلون يا عباد الله، زائلون.